لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم راسل غد أحمد العربي. يعني أحمد، لماذا يلجأ تجمع المهنيين في السودان إلى الشارع وإلى الضغط من خلال المظاهرات عند نقطة اختلاف مع المجلس العسكري؟ لماذا لا يتم الحل فيما يتعلق بالمجلس السيادي في طاولة الحوار وليس الاعتماد على الشارع؟ كيف يفكر تجمع المهنيين السودانيين في هذه النقطة؟ نعم، صباح الخير وائل. منذ انطلاق هذه الثورة ظل تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير تعول كثيرا على الشارع باعتباره ورقة الضغط الناجحة والناجعة لحل الأزمة. كلما وبعد أن أسقطت الحكومة مرة ومرتين تعود هذه الورقة من جديد باعتبارها هي الورقة التي يعتبرها التجمع أو قوى الحرية والتغيير هي الورقة التي يمكن أن تفضي إلى حل. لذلك لطالما يستخدم وتستخدم قوى الحرية والتغيير هذه الورقة باعتبارها أنها الورقة التي ظل على الدوام يوشرونها في وجه الساسة والعسكر. وأيضا كلما توقفت المفاوضات وأزمة جديدة ما بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري يلوح قوى الحرية والتغيير بكرت الشارع، وهذه المرة أيضا تعود من جديد للتلويح بكرت العصيان والإضراب الشامل، وهو الذي ظلت على الدوام تقول أنه ستستخدمه في حال أنها لم تصل لحل باعتبار أن هذا يحقق لها مطلبها الأخير وهو تسليم السلطة كاملة للمدنيين. موضوع التوافق حول المجلس السيادي طبعا حتى الآن لم يحدث أي اختراق بين الجانبين، الجانبان متمسكان تماما برأيهما. بالأمس تصريح لنائب رئيس المجلس العسكري قال إن مجلس السيادة يعتبر هو الضامن للمواطنين السودانيين باعتبار أن التمثيل العسكري يجب أن يكون فيه أعلى وأن تكون رئاسة المجلس لدى العسكر باعتبار أنهم هم سيكونون ضامنون للمرحلة الانتقالية بما يتمتعون به بالقوة وأيضا من حيازهم للشعب، في يعني في إشارة منه إلى أن الاتفاق يجب أن يكون على هذا المستوى وعلى نعم هذا النحو. أيضا موضوع الإضراب نعم وائل. إذن أشكرك أحمد العربي، بالتأكيد سنتابع معك خلال النشرات القادمة مسألة الإضراب السياسي وماهيته في نشراتنا القادمة. أشكرك.